حزب الوطن دورته العادية الثانية في نواكشوط، وقال رئيس الحزب إن انعقاد الدورة يأتي في سياق أجواء وطنية وصفها بغير المريحة بشأن مصير البلد، مضيفا أن الانسداد السياسي في البلاد قد بلغ ذروته إثر تصويت أغلب أعضاء مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية. ينعقد المجلس الوطني في دورته الثانية العادية طبقا لأجلها القانوني المحدد في أجواء وطنية غير مريحة، حتى لا نقول مقلقة، على مصير بلدنا. وكما انعقدت الدورة الأولى لهذا المجلس كما نتذكر في ظروف سياسية وطنية مشحونة على خلفية مساعي النظام وقتها لعقد مؤتمر حواري إقصائي من جانب واحد، يأتي اليوم انعقاد هذه الجلسة في جو مشحون أيضا بعدما بلغ الانسداد السياسي ذروته إثر رفض مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية، وإعلان رئيس الدولة في مؤتمره الصحفي الأخير تجاوزه لقرار هذه المؤسسة الدستورية وعزمه تجاهل المجلس الدستوري صاحب الاختصاص في الحسم في مسائل النزاعات الدستورية. ومعنا في الاستوديو السالك والبهاء نائب رئيس المجلس الوطني لحزب الوطن، اهلا وسهلا. مرحبا بداية، بك، ما ابرز ما اهلا تم وسهلا. خلال الدورة الثانية العادية للحزب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الكريم. البداية انا اتوجه بجزيل الشكر قناة المرار على الاستضافة، واشكر ايضا اعضاء مجلسنا الوطني على احترامهم للآجال القانونية لانعقاد دورات المجلس. أما بخصوص السؤال في الإجابة السابقة لأوانها، باعتبار أن المجلس الوطني ينعقد النقاشات الداخلية لأعضاء المجلس الوطني تبدأ من الغد بإذن الله تعالى. اليوم كان فقط كانت هناك افتتاح، خطوط عريضة خلال الافتتاح لأبرز ما سيتم نقاشه خلال المجلس. ما سيتم نقاشه خلال المجلس أساسا هو الوضعية الراهنة التي يعيشها البلد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، الأوضاع المتردية على مستوى التي يعيشها المواطن في جوانبه، الصحة والتعليم والأمن والنقل إلى آخر ذلك. هذه ستكون ضمن جدول أعمالنا بإذن الله تعالى، وستكون أيضا الأوضاع السياسية الراهنة متمثلة في هذا الانسداد السياسي الذي بلغ ذروته بطرح الأحادي الجانب الذي يقوم به النظام الحاكم وشروعه في تجاوز الدستور مرة تلو الأخرى بإذن الله تعالى. طيب، رئيس الحزب خلال كلمته أكد أو وصف الأجواء العامة التي يجري فيها انعقاد هذه الدورة بأنها غير مريحة، وبأن يعني ما سماها الانسداد قد بلغ ذروته، فيما يتجلى ذلك؟ الأجواء غير مريحة لأن هنالك فريق كبير جدا من المعارضة الموريتانية والمعارضة التاريخية غائب عن صنع القرار، غائب عن المشاركة في هذه الخطوات التي يقوم بها النظام الحالي، خاصة أن النظام بدأ هذه الخطوات. يعني لكن لماذا تغيب؟ هل غابت أم غيبت؟ هي غيبت لأنها لم أطراف غيبت لم تدع للحوار، وهذه الأحادية الجانب التي يعتمد النظام بدأها مع إعلان ما سماه بحوار شامل، ثم تجذرت هذه الأحادية أكثر حين تجاوز حسب أغلب القانونيين تجاوز الدستور وتجاوز القانون بإعلانه عن أو بذكره أنهم يعزمون على استفتاء شعبي بعد أن رفض مجلس الشيوخ التعديلات التي اقترحها النظام. هذا لا يعتبر تجاوزا دستوريا، إنما هناك خلاف دستوري بين هل يجوز أم لا يجوز، فريق يقول بالجواز والآخر يقول بعكس ذلك، لكن أنتم من يعني حيث من حيث المبدأ من حيث المبدأ أي تعديل دستوري ينبغي أن يكون في ظرف إجماع، ينبغي أن يكون في ظرف إجماع، سواء كنا نتفق مع التعديلات أو لا نتفق معها، ينبغي أن يكون التعديل في ظرف إجماع. هنالك للأسف دعوات برزت أو مقولات وتصريحات للبعض على أن الدستور ليس قرآن وليس سنة، بالفعل وذلك لا يقال لنا كمجتمع مسلم، الدستور ليس قرآن ولا سنة، ولكن الدستور هو تلك الوثيقة التي تجمعنا جميعا وينبغي احترامها
بحيث أنه لا تكون عرضة للتغيير والتعديل بين الفئة والأخرى. إذا حدث أن غير هذا النظام وواصل في هذا المسار، لكن لأنكم لم تشاركوا في الحوار تصفون الوضع السياسي بأنه بلغ ذروته في الانسداد؟ نحن نصف الوضع السياسي بأنه بلغ ذروته في الانسداد انطلاقا من الواقع انطلاقا من الرؤية. أما مسألة مشاركتنا فنحن حزب سياسي وجد من أجل الوطن ومن أجل المواطن، والمواطن يعيش وضعية صعبة مزرية انطلاقا من تلك الوضعية الصعبة. فيما يتجلى ذلك؟ يتجلى ذلك في البطالة، يتجلى ذلك في صفوف الشباب العاطل عن العمل، يتجلى ذلك في طلبة الموريتانيين في تونس والذين لا يجدون أين يبيتون، يتجلى ذلك في انعدام المياه والكهرباء في أحياء الترحيل، يتجلى ذلك في قلة الأسرة والأدوية قلة الأسرة في المستشفيات والأدوية المزورة التي تملأ سوق الأدوية عندنا. يعني هذه الوضعية الصعبة انطلاقا منها وجدنا أنفسنا نعارض نظاما بطريقة مبدئية وبخط معارضة نجد فيه أنه خط سليم. إذن أشكرك سالك اللبها نائب رئيس المجلس الوطني لحزب الوطن.